ورجعنا لكم من جديد، وعلشان نطمن على الحالة المرورية النهاردة معانا سيادة اللواء أحمد هشام الخبير المروري. أهلا بحضرتك يا سيادة اللواء. صباح الخير حضرتك وتحياتي للسادة المشاهدين. صباح الخير. النهاردة أخبار المرور إيه يا سيادة اللواء؟ طبعا معلوم إن النهاردة اليوم مروشة عمل رسمية لجسر الدولة بالإضافة للمدارس والجامعات، وده طبعا انعكس على الرحلة الصباحية منذ الصباح الدافي وكثافات متوسطة الحمال على كافة المحاور والميادين والطرق الرئيسية والفرعية في ظل انتشار خدمات مرورية مكثفة من قبل الإدارة العامة للمرور والتنسيق مع إدارة المرور كافة المحافظات، وذلك لتسهيل الحركة المرورية والتعامل مع أي أعراض مرورية قد تحدث سواء كانت طبيعية أو غير طبيعية. في الساعات الأولى من الصباح الباكر كانت في شبورة مائية كثيفة، على ذلك قامت الإدارة العامة للمرور بغرق طريق قناة السويس الصحراوي من كيلو 80 حتى كيلو 109، وما زال الطريق مغلقا حتى الآن، وذلك لانعدام الرؤية الأفقية في ذلك التوقيت. يمكن من أهم الأشياء اللي عايزين نوضحها للسادة المشاهدين، اعتبارا من باكر سوف تقوم الإدارة العامة للمرور الجيزة بالتنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق والشركة المنفذة لمترو الأنفاق الخط الثالث بدء تنفيذ محطة الكتكات والسودان والتي تستمر لمدة 3 أعوام بداية من باكر يوم الجمعة 22 ديسمبر، مما يتطلب إغلاق الحركة المرورية في شارع السودان بالاتجاهين بداية من ميدان الكتكات هيتم شارع السواحل وطول 670 متر إنشاء محطة مترو الكتكات، وبداية من شارع جلالة بن حمامسي حتى بداية شارع المركز بيدا إنشاء محطة السودان بطول 330 متر، وهذا يتطلب تعديل وتوحيد اتجاهات الحركة المرورية لعدد 17 شارع منطقة التحويلات وتعديل الانتظار بها لتسهيل الحركة المرورية مع عمل الجهاز التنفيذي في المحافظة على رفع كفاءة المحاور البديلة. والتعديلات المرورية على النحو التالي: أولا بالنسبة للقادم من شارع السودان اتجاه ميدان الكتكات عليه الدخول يمينا من شارع مركز بيزا ومن يسار إلى شارع العالمين البديل الموازي لشارع السودان باتجاه شارع عمر طوسون الدخول إلى شارع معهد القلب أو استكمال حتى الخروج من ميدان الكتكات. بالنسبة للتحويلة السنية بالنسبة للقادم من شارع الكورنيش ومناطق إمبابة ومنتجع محكمة شمال الجيزة ومعهد القلب ومستشفى الدولة العام عليه الدخول يمينا من شارع المحطة ثم شارع طريق السواحل وصولا إلى محكمة شمال الجيزة واستكمال إلى شارع رشيد ثم يسارا إلى شارع العالمين ومنه اتجاه مناطق التحويلة وميدان الكتكات. أما بالنسبة للتحويلة الأخيرة القادم من الكورنيش من مناطق العجوزة إلى معهد القلب ومستشفى الدولة العام يسلك شارع محمد فوزي مباشرة إلى معهد القلب ومنه إلى شارع عمر طوسن ومناطق التحويلة، وجاري نشر خدمات المرور المكثفة علامات الإرشادية مناطق التحويلة وإرشاد قائد السيارة باتجاهات الجديدة. عايزين نوضح للسادة المشاهدين إن شارع السودان طوله 11 كيلو متر وإن مساحة نطاق 1 كيلو متر فقط لا غير دون أي تأثير على المحلات التجارية. مشروع مترو الأنفاق إحدى المشروعات القومية والحيوية التي تخدم منطقة إمبابة والعجوزة بصورة كاملة، وفي الختام نتمنى السلامة للجميع. بالنسبة للمحور كان في عليه مشكلة النهاردة؟ هي الكثافات الطبيعية، الكثافات الطبيعية كانت موجودة كانت مستمرة سواء بالنسبة لمحور 26 يوليو أو بالنسبة للطريق الدائري أو بالنسبة للطريق الصغار، نتيجة المعلومة إن اليوم عمل رسمي لكافة أجهزة الدولة بالإضافة إلى سيارات النقل الثقيل الموجودة على المحاور، وكان بعض الأعطال البسيطة كانت موجودة على المحاور لكن يتم التعامل معها من قبل الإدارة العامة للمرور تسهيل الحركة المرورية، والحمد لله التي تم تسكين الرحلة الصباحية والأمور يمكن أكثر انفراجا. لكن ما يتوقع ان تنزل احمال ما بعد الطائره خصوصا بالنسبه للطرق السريعه نظرا لسفر المواطنين الى المحافظات الاخرى لقضاء الاجازه الرسميه اللي هي اجازه الجمعه والسبت. شكرا لحضرتك يا ست اللواء، شكرا اللواء احمد هشام الخبير المروري. الحقيقه المرور عندنا دايما بيعلن عن التحويلات وبيحط لافتات وشغالين بشكل قوي جدا في بالذات في المرحله دي من السنه، وعشان في شبوره كتير وكده ففي طرق بتتقفل علشان يتفادوا الحوادث. هنبدا الفقره الاخباريه وجوله سريعه في الاخبار، وهنروح لاول خبر معانا. الرئيس يتلقى تقريرا من وزيري الدفاع والداخلية عن الأوضاع الأمنية في سيناء. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن محاولات الإرهابيين البائسة لزعزعة الاستقرار لن تعرقل مسيرة مصر لتحقيق التنمية ولن تنال من عزيمة المصريين الراسخة.
ووجه الرئيس بمواصلة الجهود من أجل اقتلاع الإرهاب من جذوره وملاحقة الإرهابيين أينما وجدوا. جاءت تصريحات الرئيس خلال الاجتماع الذي عقده أمس مع الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والسيد خالد فوزي رئيس المخابرات العامة واللواء محمد فرج الشحات مدير إدارة المخابرات والحربية والاستطلاع. الخبر اللي معانا بعد كده خبر في مجال آخر وهو في مجال الزراعة. الزراعة تخصص أراضي ل 2249 مشروعا للنفع العام. وافق دكتور عبد المنعم البنا على تخصيص مساحات من الأراضي الزراعية لإقامة 2249 مشروع نفع عام بالمحافظات بينها 1302 مدرسة ومعهد أزهري. وقال دكتور البنا إن ذلك يأتي في إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطن والمساهمة في خطة الدولة وتوجهاتها في التيسير على المواطنين وإتاحة الخدمات لهم خاصة في المناطق النائية والمساهمة في علاج أزمة كثافة الفصول والطلب على زيادة عدد المدارس. قانون التأمين الصحي الجديد يوفر تغطية صحية لكل المصريين. أشاد دكتور عمرو الجرحي وزير المالية بإقرار مجلس النواب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد الذي يعد قفزة وخطوة مهمة لتطوير وإصلاح منظومة الرعاية الصحية في الدولة المصرية، لافتا إلى أن الموافقة على القانون تمت بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب لأنه من القوانين المكملة للدستور. نروح لآخر خبر معانا وهو الشرطة ستظل درعا حاميا لحقوق المواطنين. أكد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية أن رسالة الوزارة هي تحقيق الأمن بمفهومه الشامل واحترام حقوق الإنسان مع مواصلة تقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بصفة عامة والأكثر احتياجا بصفة خاصة، متعهدا أن تظل الشرطة درعا حاميا للوطن وحقوق المواطنين. طبعا ده هو المنتظر دائما من جهاز الشرطة المصرية اللي بيقوم بواجبه على أكمل وجه. هنروح بقى، هيكون معانا ثلاث فقرات حوارية النهاردة وهنتكلم معاهم في مجالات مختلفة. أول فقرة معانا النهاردة هتكون عن الشعر وهتكون بعنوان واحد الشعر. هيكون ضيفي فيها الأستاذ أحمد مرسي وهيكلمني عن الشعر وأهمية الشعر في المراحل المختلفة بالنسبة للمواطنين في المراحل اللي بيمر بيها كل وطن، وهيشجينا طبعا بشعر. الفقرة الثانية اللي هتكون معانا هتكون عن القدس. القدس يا جماعة، وهتكون ضيفتي فيها دكتورة نريمان شقورة كاتبة فلسطينية. هنتكلم عن القدس وعن أهمية القدس بالنسبة لنا وعن إنه قد إيه القدس مهم في قلوب كل مصري، في قلب كل مصري. أما الفقرة الثالثة اللي هتكون معايا وهتكون عن دور المثقفين في المجتمع. المثقفين دورهم إيه وإيه المفروض مطلوب منهم في المرحلة اللي بنمر بيها دلوقتي وإزاي ينمو الفكر بتاع المجتمع، وهتكون ضفتي فيها أستاذة سهير سليم كاتبة. هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيوفنا، استنونا.